أن نتطرق إلى موضوع يشغل مواقع التواصل الاجتماعي وإزالة اللبث عنه مشاهدينا، وهو مشكل الذي يطرح هذه الأيام الحديث بمنصات التواصل الاجتماعي عن أزمة سكر. مشاهدينا للحديث حول هذا الموضوع ينضم لنا عبر خدمة الهاتف السيد سبوغي الجيلاني المدير الجهوي للتجارة وترقية الصادرات لناقية وهران سيدي بلغباس عينتي مشانت وتلمسان. أهلا بك معنا. أهلا وسهلا أختي الكريمة. شكرا لك على تلبية هذه الدعوة بداية ومشاركتنا ممكن في إزاحة اللبس على هذا الموضوع الذي يشغل المواطنين في الأيام الأخيرة. على كل حال بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية لكل المشاهدي قناة الشروق. شكرا لك سيد سبوغي. نعم سيد سبوغي، ممكن الأيام الأخيرة يتم تداول بعض الأخبار عن وجود أزمة سكر على منصات التواصل الاجتماعي، ما هي صحة هذه الأخبار المتداولة؟ شكرا جزيلا. على كل حال من موقعي هذا ومن موقعي حاليا أنا موجود في المصفات الكبرى لإنتاج السكر بولاية وهران بطفراوي، نفند تفنيدا قاطعا كل هذه الإشاعات المغرضة التي تفيد بوجود ندرة أو تذبذب في التموين بمادة السكر التي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فالمنتوج يعني موجود بكميات ضخمة جدا، المنتوج الأول اسمه سكرورو، والسكر النهائي المنتوج النهائي موجود في حدود 15,000 طن إضافة إلى المنتوجات الموضبة. وبالتالي نحن في إطار متابعة دائمة لتفنيد هذه الإشاعة، حيث أعطيكم بعض الأمثلة فقط. اليوم فقط وزع على مستوى من خلال المصفات الكبرى الموجودة بولاية وهران 141 طن إلى ولاية وهران، 90 طن لولاية لمسان، و72 طن لبستغانم، و47 طن لسيدي بلعباس، و25 طن لولاية عين تمشمت. والشاحنات راهي تمون بصفة عادية، لكن هي بكل المستهلكين باش ما يقعوش ضحية هذه الدعايات المغرضة. ونؤكد أن مصالحنا راهي في الميدان، وكل التجار المعنيين بإمكانهم التقرب من وحدات يعني ولا موزعين تاع منتوجات السكر سواء متواجدة سواء في بيطال أو منتوجات يعني بالرحال، والمنتوج راه موجود ومصلحة يتابع الموضوع بحدة. نعم سيد سبوغي، في اعتقادك ما هو الهدف اليوم من الترويج لهكذا إشاعات التي فنتها منذ لحظات على منصات التواصل الاجتماعي في ظل وفرة المنتوج؟ على كل حال احنا نقول المنتوج راه موجود بصفة عادية، ولكن التهافت ولا الهدف منها انا نقول كان هناك جهات معينة تريد يعني زرع البلبلة، ونحن يعني بدورنا وبالتنسيق مع جميع المصالح الدولة نقف بالمرصاد لتوفير هذه المادة اولا، والوقوف على توزيعها توزيعا يضمن كل وصولها لكل المناطق. وفي نفس الوقت كل هذه المواقع لابد من متابعتها لتفنيدها بالملموس، لأن الآن إغراق يعني لهذه السوق للسوق الموجودة وتوفير هذه المادة بكميات ضخمة جدا. ونحن نقف يعني كما قلت اليوم رانا في المنصات الكبرى بلوزين يعني مباشرة، ثم التواصل الاتصال بجميع السيبرات اللي جروند سيرفاس من أجل ضخ ووجود وتغطية هذا الأمر بالوفرة، لأن الموجود منتوج متوفر، المادة الأولية متوفرة ولا داعي ولا هي بكل المواطنين لا داعي للقلق والشراء فقط، لأن الشراء المفرط أكثر من الزيادات أكثر من الاحتياجات راح يولد يعني هذه المشكلة. ولكن نحن بالمرصاد وتوفير هذه المادة في كل السيبرات وكل الفضاءات الكبرى المتواجدة عبر نقاط المشرفين عليها إن شاء الله. نعم ممكن خلينا نذكر أو نطمئن المواطنين مرة أخرى بالكميات المتواجدة لديكم. على كل حال أنا الآن رمز في عين المكان وفي فلوزين يعني مباشرة، ونقف على الشاحنات اللي راه توزع يعني هذه المادة لجميع الولايات اللي رانا في الشرف نتاعنا. عندي 5 ولايات اللي رانا مشرفين عليها، ولاية وهران، ولاية تلمسان، ولاية مستغانم، ولاية سيدي بلعباس، وولاية عين تمشمت. نؤكد يعني مرة أخرى أن الكمية اللي خرجت اليوم فقط يعني 141 طن من مادة السكر الأبيض راحت لولاية وهران، إضافة إلى 70 طن من مادة السكر الأبيض لسيبيطال، يعني 140 زائد 70 طن لمادة البروتين تاع سيبيطال، أيضا مادة السكر تاع الرحال كان 90 طن
اللي راح من سال اليوم فقط إضافة للبارح كانت كمية مماثلة. بالنسبة للمستغانة أؤكد 72 طن يعني أربع شاحنات اللي راحت اليوم المستغانة. أيضا سيدي بلعباس في طرابيط شاحنتين نتاع 20 طن وعند أنتم وشنت شاحنة ل 25 طن اللي وصلت اليوم، وبالتالي لا داعي للقلق ولا هي بكل المواطنين باش ما يقعوش تحت يقعوش ضحايا لهذه الإشاعات المغرضة. والدولة يعني راهي متوفرة موفرة هذه المواد وبأسعارها يعني القانونية، فلا داعي للقلق. ويشتري الإنسان يعني المواطن يشتري إلا الشيء اللي يحتاجه. نعم السيد سبوغ جيلاني المدير الجهوي للتجارة وترقية الصادرات لناقية وهران سيدي بلعباس عينتي موشنت وتلمسان، شكرا لك على هذه المداخلة. ولا بأس أن نذكر أيضا بأن القانون يعاقب على الترويج لهكذا إشاعات تضرب وتمس بالمصلحة العامة. إذن مشاهدينا